خلف هذه الأسوار تقيد الحرية ويحرر الحلم بما يخط على ورقة امتحان هو بمثابة التحدي والفرصة لإصلاح الخطأ وتجاوز عثرات الحياة. فهم سجناء دخلوا سجن المرناقية بتهم مختلفة اختاروا الترشح لاجتياز امتحان البكالوريا، فوجودهم هنا لم يمنعهم من البحث عن تحقيق ذواتهم وتحسين مستوياتهم العلمية أو مواصلة دراستهم. عندي شهر توا في السجن، كنت نقرأ لبرا وكي تشديت كملت نقرأ لهنا. السجن ما هوش عائق، معناه اللي يحب يقرأ يقرأ، معناه تقرأ توصل، تقرأ تلقى، ما تقرأش ما تلقاش. عمري 29 سنة، محكوم بعشر سنين، معدي 3 سنين ونص، ونحب نعدي باك باش ناخذ باك نكمل نقرأ فاك، واللي حب يوصل ينجم بالطبيعة، ينجم، مش حاجة صعيبة، معناتها مش خدت حابس وقفة حياتي. ماذا بيا نقرا انجليزي؟ تخرج ولا بروف انجليزي ولا؟ محكوم ب6 سنين، عمري 24، معدي توا 2 عامين وشهرين، مش أول مرة نعدي الباك، عديته في السيفيل، سنة أول مرة نعدي في الحبس، ولا قلت علاش ليه، معناتها هو العام واحد هو قاعد يخسر في وقت، علاش ما يربحش كالوقت اللي يخسر فيه ذاك في القراية، فالتحدي بيني وبين روحي باش ناخذ الباك. تحد رفعه 20 سجينا هذه السنة سيجتازون امتحان البكالوريا بعدد من الوحدات السجنية بمختلف جهات البلاد موزعين كالآتي: 5 مساجين في شعبة الآداب، 4 مساجين في شعبة الاقتصاد والتصرف، 3 مساجين في شعبة علوم الإعلامية ومثلهم في شعبة العلوم التجريبية والعلوم التقنية، وسجينان في شعبة الرياضيات. في 10 وحدات سجنية قاعدين يعديوا اليوم، عندنا المرناقية، عندنا كذلك العنصر النصفي في منوبة، برج الرومي، القروان وسوسة والمهدية، جابس وحربوب، بالإضافة إلى سليانة والكاف. اجتياز الامتحانات بتاع البكالوريا يأتي في تكريس حق السجين في التعليم، وكذلك في إطار كذلك الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين. كغيرهم من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا يواصلون خط أحلامهم بغد عنوانه النجاح كمن سبقهم من 12 سجينا يتابعون التعليم العالي من داخل الوحدات السجنية. فخلف هذه الأبواب نزيل تحصل مؤخرا على الإجازة التطبيقية في الرياضيات، ومنه لهم رسالة تحد ونجاح.